كانت على أعمدة الصحف. قرأنا كما قرأ الجميع نية مكوّم المعارضة: تقديم ملتبس الرقابة، تصل بنا رجال ونساء الإعلام، طبعاً بغاو يعرفوا ما هو ملابسات هذا الملتبس. جوابنا كان واضحاً: لا علم لنا بذلك. طرحوا سؤال آخر: كيف يتم طرح هذا النقاش مكون من المعارضة ومكونة المعارضة لا علم لها بذلك؟ بعدها كان لنا لقاء مع السيد ريش الشجر بحضور السي نبيل بن عبد الله، وتسأل ذاك طرحت هذه الفكرة. طبعا رد الفعل ديالنا كان: كيف يعقل أن نقاش يعني لك معارضة؟ نكون آخر من يخبر به، علما أن الصحافة اتصلت بنا وأبدينا رأينا في الموضوع قبل هذا اللقاء. وأنا شخصيا صرحت لجريدة ناطقة الفرنسية أن ملتمس الرقابة في هذا التوقيت تقدير غير موفق. لماذا؟ لأنه يتزامن مع تقديم حصيلة نصف الولاية، شيء ربما غادي يخلق واحد النوع من الارتباك عند المواطنين. هذه كانت الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وهذا سؤال طرحته على السيد شكر: حتى لا يفهم أن الأمر يتعلق بابتزاز سياسي، واش مستعد أنك تصرح كما صرحت الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية أنك غير معني بالتعديل الحكومي المرتقب؟ غير معني بالتعديل الحكومي المرتقب إن كان هناك تعديل. طبعا الجواب ديال السي إدريس لم يكن واضحا، علما أن الجواب هو النفي أو الإيجاب بالدارجة أه أو لا. غيرنا بالحرف من الناحية المبدئية، ليس هناك، هنا اسمحوا لي أنني أوصل لكم بكل أمانة وغادي نقول لكم علاش، ليس هناك اختلاف، ولكن كلها يقولها بطريقته. ليس هناك اختلاف ولكن كلها يقولها بطريقته. مزيان، فهمنا ما فهمنا. قلت على كل حال هذا الموضوع لا يمكنني أخذ القرار فيه لوحدي، لأن خاصني نرجع للأجهزة ديال الحزب لتداول في الموضوع، وربما حتى لإنضاج الفكرة. التقينا المرة الثانية ونطرح فكرة ديال اللجنة، لجنة العدل والتشريع، بمعنى سمعنا بأن هناك طموح لترأس هذه اللجنة من فريقكم. قال لي: هذه أمور تخص الفرق النيابية، هذه أمور تخص الفرق النيابية. قلت مع راسي كما أكيد غادي تكونوا حتى نتوما كتسائلوا: كيفاش تنسقوا فكرة تروحوها بلا أخبارنا وغدا غادي ندابزو على لجنة؟ ما هادشي ما بالينا ما راكبش. هنا بنت الأمور ربما فقد لنوع من العمق ويغيب عليها أيضا المنطق. طوينا الموضوع، جينا لجنة العدل والتشريع. طبعا كتعرفوا هذه اللجنة ديال العدل والتشريع كياخذها يعني في النظام الداخلي تقول إلى المعارضة. الفريق الأول في المعارضة طبعا في إطار التوافق اللي كاين في البرلمان على مستوى مجلس النواب عنده الحق يعزل يعني اللجان اللي بغا يعني على مبدا النسبية. مشينا في الطرح في البداية، اللجنة هذاك ما بغاها حتى واحد، ولكن حنا تثبتنا بها، حنا عرفنا الأهمية ديالها وعرفنا الأوراج اللي جاية، فبالتالي اللجنة لا تقل أهمية عن اللجنة الأخرى. لقينا راسنا في موقف ديال تنازع اللجان. اللي احتجينا عليه هو أن خرجوا شي جهات من الفقه الدستوري، وفي الواقع شاردين على القانون، يمكن حتى الألفار ما يحتاجوش الدوم، كيتحدثوا على أن الفريق الأول في المعارضة عنده الحق في اللجنة على مبدأ النسبية، وهذا خطأ. النسبية يا سادة في الدستور كيهضر على التكوين ديال أعضاء مجلس النواب، ما كيهضرش على اللجان، وهذا هو الجهة الأول. في اللجان اعتمدنا مبدأ ديال التوافق. سؤال: كيفاش البارح توافقنا ولما نخرقوا التوافق؟ وغادي تكون اللجنة الوحيدة اللي كانت موضوع خرق هذا التوافق. طبعا هنا كان عندنا رد فعل
مع الاخوان في الاستشاره واحد المجموعه ديال الاخوان في المعهد السياسي وايضا مع السيد رئيس الفريق واعضاء الفريق الحركي مجلس النواب قلنا غادي نمشيو للخيار الديمقراطي لماذا يمكنش تكونوا حنا في مؤسسه دستوريه ديمقراطيه وهذه اللي كيخلعنا الخيار الديمقراطي شنو هو المشكل نزول تصويت اذا اعتذر هذا اذا اعتذر ولا زال نزول تصويت ما كاينش كان ما كيتطرحش هنا وجهنا باحتجاج اخر هو ان الاخوان اتصلوا بنا من السيد الرئيس قال لي بان راه هناك تهديد ديال الاخوان انهم يقاطعوا جميع الهيائل والاجهزه ديال المجلس الى مشينا للتصويت طبعا عندي واحد الصفه هو اني نائب رئيس مجلس النواب هذه الصفه شي شويه حرجتنا انا والسيد الرئيس كان عندنا نقاش كبير فيها السيد رئيس مجلس النواب قال لي سي محمد خاصك انت مبدئيا خاصك تكون جزء من الحل ماشي جزء من المشكل كيف احنا مع الحركه الشعبيه كما ذكر بها السيد الرئيس احنا حزب ديال المواقف ماشي ديال المواقع لان المواقع عامره ولكن المواقف يدونها التاريخ انا غادي نشكل واحد الموقف يمكن كناخذو بوحدي ولكن باش كنكون في موقع غادي عليه الالاف وهذا هو الفرق ما بين المواقع والمواقف ما نطولش عليكم كانت وسط ديال السي نبيل عبد الله والسيد رئيس مجلس النواب وكانوا جاو الاخوان رؤساء الفرق بالمجلس النواب اغلبيه معارضه جاو عندنا الفريق بحضور السيد رئيس الفريق السي ريس ففي هذه اللحظه مررنا رساله اخرى قلنا حنا راه مع العار غير يعقلوا على ويستحضروا المواقف الحركه الشعبيه بان فعلا اذا كانت كتقول المواقف ماشي المواقع انا كنجزوه مره اخرى فاحنا كبار على ان نقزموا التواجد ديالنا ديك القبه الموقره في مجرد اللجنه اللي المشكل ماشي في اللجان ولكن في المضمون اللي غتعطى هذه اللجنه وفي العمل اللي غادي يكون على مستوى هذه اللجنه